لو الحكايه فيها ان فيتو تصورنا احنا مش لاقيين. لا يعني يوميا بتيجي ترموا الزباله قدام المحطه كده؟ لا والله احنا بنرمي في المحطه. احنا بنرمي لا المحطه عم سيد نظفها ما بنحطش فيها حاجه. طب بس احنا لقينا الكوم طلع هنا. يعني الهيئه ما تعاونتش معاكم، ما جابتلوش صناديق للزباله؟ لا ما فيش صناديق، ما انت زي ما انت شايف كده. وانا والله احنا وانا يبقى صندوق واحنا الحته نظيفه. ده اللي احنا عايزين، يبقى صندوق نلم الزباله فيه. انا بروح كل يوم. ما اتكلمتوش ليه مع السكه؟ احنا بنروح لعينك عند سوق غزه. بنروح عند سوق غزه عشان بناتنا في الاعدادي هناك، بنروح نوديهم الصبح واخدها وانا ماشي. بس يا ريت يبقى هنا قريب البيت. يعني احنا لازمنا صندوق في الحته. بعض الناس بترمي من فوق السور. لا والله احنا على السور كده، احنا ما بنرميش على السور. انا بنت من اول الدراسه في الاعدادي على الشارع بره، بروح واخده الزباله في ايدي وامشي. لو في صندوق في الصندوق اللي على الشارع تفضوه، مفيش مشاكل هنحط فيه ان شاء الله.